لقب جديد في دولاب بطولاته. ارحب بابو حميد عشان ما اديتوش حقه في البدايه. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا احمد، ومساء النور على كل مشاهدي قناه الاهلي طبعا. وان شاء الله يوم الجمعه نحتفل بعد المباراه يعني بالبرونزيه. النادي الاهلي على سقف الطموح يعني لكل جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا منذ الصغر طبعا ان احنا ما فيش حاجه غير المكسب. فزعلنا ان احنا ما وصلناش نهائي كاس العالم للانديه. ده من مجرد بس ان احنا فكره ان احنا مش متقبلين ان احنا نخسر. ايوه خصوصا في مباراه كنت انت يعني طبق قوسين او ادنى. انا بستغرب من حاجه غريبه جدا يا احمد، ان الناس بتقلل من المجهود المبذول من النادي الاهلي والمباريات الكبيره. أنا ما عنديش مانع انها تقلل، لكن عندي مانع انها تهاجم. يعني في كم هجوم كبير جدا على مارسيل كولر على مباراه فلومينينزي بشكل مش منطقي ومش طبيعي. يعني باماره ايه؟ يعني باماره ايه؟ يعني انا حاسس انه الفرق المصريه طول النهار معديه ودايسه على فرق الارجنتين وفرق البرازيل كده عادي. طبيعي. بص يا احمد، طبيعي لما تلاقي في البرامج بيشيدوا بتكيس جونياس مع احترامنا الكامل ليه، لمجرد ان هو بيستحوذ امام فرق الدوري او امام فرق بتنافس على الهبوط والصراع على الهبوط، لما تلاقيهم بيشيدوا بيه وبيطلعوه السما وبيتكلموا ان ده المدرب الافضل، فطبيعي مش هيقتنع بمارسيل كولر اللي بالمناسبه لاعب النادي الاهلي في مباراه فلومينينزي تحديدا. يعني اتحاد جده طبعا 10 على 10، ولكن فلومينينزي انا بتكلم عن فريق بطل قاره امريكا الجنوبيه اللي هي ثاني اكبر قاره في كره القدم بعد قاره اوروبا. فلومينينزي توج على حساب بوكا جونيورز في مباراه ملحميه شفناها كلنا على استاد الماراكانا، وبطوله كبيره جدا. فانت ما كنتش بتلعب منافس صغير او قليل. هو السيمي فاينل في البطوله دي بالمناسبه كان برازيل ارجنتيني، يعني فاكر كان انترناسيونالي وبالميراس وبوكا جونيورز وفلومينينزي. فبطوله كبيره جدا. الاربع انديه طبعا فلومينينزي اول مره بيحقق اللقب، لكن بتتكلم على حساب ثلاثه من ابطال بالميراس نفسه احنا قابلناه قبل كده مرتين في كاس عالم انديه. والمدرب بتاعهم مدرب منتخب البرازيل مؤقت يعني. فاحنا بنتكلم في فريق قوي وفريق بيقدم كره ممتعه. وبشوف ان النادي الاهلي يعني قدم مباراه كبيره جدا في مباراه فلومينينزي، وكمان كره كهربا لو كانت دخلت هدف، هل الكلام كان هيبقى نفس الكلام اللي بيتقال بعد المباراه؟ هي ده فكره النقد. النقد دايما مش بموضوعيه. انت بتحكم بناء عن ايه؟ يعني انت بتحكم او بتنتقد النادي الاهلي بناء عن اداء ولا بناء عن مكسب؟ طبعا انت لازم تزعل طبيعي ان انت تبقاش وصلت لنهائي كاس العالم، لكن في الكوره عامه في مكسب وفي خساره، وبتلعب قدام منافس قوي، منافس زي ما بلال اتكلم ان هو بطل. انا عايز اسمع رايك في الجزئيه دي، وهرجع برضو اسمع راي بلال. بعيدا عن النتائج، يعني بعيدا عن انك انت كسبت سكور هيفي سكور على اتحاد جده، وبعيدا عن انك انت خسرت من فلومينينزي 2-0، انا عايز اتكلم على ال 180 دقيقه اداء وشخصيه في الملعب. تقييمك للاهلي ايه في البطوله دي؟ بص يا احمد، انا تقييمي للاهلي في البطوله دي بالاخص يعني تقييمي اهديله يعني جيد جدا جدا جدا، لان بشوف ان كولر أدار المباراتين بذكاء شديد جدا. بداية مباراة اتحاد جدة اللي فاجئ الجميع، فاجئ الجميع بأحمد نبيل كوكا من بداية المباراة، والجرأة اللي لازم يعني نرفع له القبعة ان هو يفاجئ الاتحاد جدة في مباراة مهمة جدا وقوية بلاعب طبعا واعد ولاعب مقدم. مش فاجئ اتحاد جدة، ده فاجئ ان احنا نفس يعني. هو حتى في تصريحاته قال لك انا بقالي 3 أيام يعني بقترح على فكرة ان احمد نبيل كوكا، لكن انت ممكن يجي في دماغك لاعب ان انت تلعبه. هو بيثق في كل اللعيبه ودي حاجه مميزه جدا عنه. لكن انت تديله الجراه وتجازف بيه في مباراه زي دي، وعندك لعيبه كبار موجوده معاك زي ديانج وزي عمرو السوليه وزي قفشه، ده ذكاء كبير جدا، لان هو بيعتمد على رايه المنافس كويس جدا. وانا لما اتفرجت على التشكيل بتاع النادي الاهلي قلت ان كوكا اختيار مثالي. ده يبين ان كولر بيذاكر المنافس كويس. وده نجح. النادي الاهلي قدم 90 دقيقه قدام اتحاد جده نموذجيه، وقدم او كسب بنتيجه كبيره امام فريق قوي مليء بالنجوم الكبيره. وفي نفس الوقت برضو الناس خرجت قالت ان النادي الاهلي لاعب فريق، برضو فكره النادي الاهلي بيكسب يبقى فريق عواجيز، النادي الاهلي لما بيحصل اي دروب يبقى الفريق ده طبيعي جدا وفريق جامد. من ضمن الارقام اللي مرتبطه يعني انا طبعا مش محتاج ادلل او مش محتاج اقدم اثباتات على انه فلومينينزي فريق كبير، يكفي انه بس حامل لقب كوبا ليبرتادورس، مش محتاجين نقول حاجه ثانيه. انت عارف يعني ايه بطوله دوري ابطال امريكا الجنوبيه؟ عارف حجم الفرق والميزانيات. فلومينينزي في الـ في الـ في الـ في الخمس سنين اللي فاتت محقق ارباح 112 مليون يورو في الخمس سنين من ورا بيع اللاعبين. وطبعا لما فريق يتغلب على بوكا جونيورز، طبعا واحد من عمالقه قاره امريكا الجنوبيه في البطوله النهائيه، تعرف مش بالسن على فكره. صحيح معدل اعمارهم سن، واحنا كنا بنراهن على ده، بس ما تنساش انك انت خط قبل مواجهته. يعني انا بشوف مثلا انه لو الاهلي زي بطل امريكا الجنوبيه كده هيروح
يسافر على مباراه سيمي فاينل كان ممكن جدا النتيجه تكون غير، لكن انت قبلها ب 72 ساعه والفريق ده قاعد في الاوتيل بيعمل مساج ومراكلس.